خلال خطابه في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية في مدينة تل أبيب، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحل الأفضل للصراع يستلزم منح الفلسطينيين الحق في حكم أنفسهم وأن يكون أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، كما حذر من الانسحاب من الضفة الغربية، مضيفا أن أبو مازن وسلطته الفلسطينية يدينان لإسرائيل بحمايتهما، مؤكدا أنهما يستفيدان مباشرة من وجود القوات الإسرائيلية، كما وكشف نتنياهو أن إسرائيل منعت خطة وضعتها حماس لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي المقابل ردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو قائلة إنه لا سلام ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية الذي عقد في تل أبيب أمس الأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحل الأفضل للصراع مع الفلسطينيين هو منحهم أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، أي القدرة على حكم أنفسهم دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل، مؤكدا ضرورة احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية كي لا تصبح مرتعا للإسلام السياسي كقطاع غزة على حد تعبيره. كما وزعم نتنياهو أن إسرائيل أحبطت قبل سنوات محاولة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل عناصر من حركة حماس، ولولا الوجود الإسرائيلي في الضفة لاستولت حماس عليها في غضون دقيقتين. نتنياهو أصبح شخص كاذب مزمن، تعودنا على أكاذيبه المتكررة. هو نفسه الذي قال أنه يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة بدون سيادة، وهو الذي يصر على فصل غزة عن الضفة الغربية. الرئاسة الفلسطينية من جهتها ردت على تصريحات نتنياهو وأكدت أنه لا سلام ولا أمن دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تدمير فرص السلام وما زالت مستمرة في البحث عن أعذار وحجج، وهي لا تقدم ولا تؤخر، بل وإنها تؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان والتوتر، ما سيؤدي إلى أوضاع غير مستقرة. عليهم الاستجابة للمطالب الوطنية الفلسطينية المحقة والتقيد أيضا بالاتفاقات المبرمة السابقة والتي نصت أيضا على قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إن أرادوا الاستقرار والسلام في المنطقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن خطة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قيد الإعداد يجري العمل على بنودها في قصر الإليزي، ستكشف عنها فرنسا في حال لم تكشف الولايات المتحدة عن خطتها والتي تعرف إعلامياً بصفقة القرن. والنقاش هذا الموضوع مع في سوريا سيد جولان برهوم محلل سياسي إسرائيلي، مرحبا بك. وسيد أشرف العجرمي وسيد أسرى فلسطين سابقا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد أشرف، كيف تقرأ تصريحات نتنياهو ويقول بشكل واضح بأنه يرغب بإقامة دولة فلسطينية بأن الأمر يكون أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، وتحدث بأنه أن السلطة الفلسطينية تستفيد من وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ يعني هو بقول احنا بنعمل معكم معروف في استمرار الاحتلال، وانتم لازم تضلوا تطالبوا الاحتلال. يعني الشعب الفلسطيني مخطئ اذا بيطالب في دولة فلسطينية مستقلة لها مؤسساتها ولها كيانها ولها اجهزتها الامنية، ويريد ان يبقي الاحتلال الاسرائيلي. كلام نتنياهو مرفوض فلسطينيا جملة وتفصيلا. نحن نريد انسحاب اسرائيلي كامل لحدود عام 67 كما تقول بذلك كل القرارات الدولية، ولا دولة دون ذلك، وأي دولة فلسطينية الحد الأدنى الخط الأحمر لكل فلسطيني حدود 67 تشمل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، دون ذلك كلام فاضي. يعني لا يتعب حاله ولا يقعد يروج لهي الصيغة أو الوصفة اللي غريبة من نوعها، لا حكم ذاتي ولا دولة. يعني في إشي في النص بين حكم ذاتي ودولة، إشي يعني الناس في إشي حكم ذاتي، في دولة، في فيدرالية، في كونفدرالية، في أشكال من الحكم مختلفة، ولكن لا دولة ولا حكم ذاتي بين الحكم الذاتي والدولة هذا إشي مرفوض. يعني باعتقادي أن نتنياهو يحاول تسويق نفسه انتخابيا وأيضا تسويق نفسه على المستوى الدولي، خصوصا وهو يعلم أن غالبية اليهود في العالم بما في ذلك غالبية اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون حل دولتين لإنقاذ إسرائيل.
يعني اليهود في العالم، وأنا بقول 76% من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يؤيدون حل الدولتين، هذولا أغلبية ساحقة، وأيضا في 26 أو 24 الباقيين اللي هم مؤيدين للجمهوريين جزء منهم مؤيد حل الدولتين، بمعنى أنه حتى للتصويق نفسه أمام الجاليات اليهودية بالخارج هو يقول بأنه يؤيد دولتين ولكن ليس دولة تماما، لأنه إحنا بنعمل معروف للفلسطينيين نحميهم، نحمي أبو مازن، نحمي السلطة الفلسطينية. أخي تأخذها حماس، حماس فازت بالانتخابات، إحنا ما عندنا مشكلة إذا حماس بتفوز بالانتخابات، لكن في ظل دولة الظروف تختلف تماما. حتى حماس عندما تفوز بالانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون حماس مختلفة تماما في ظل دولة وسيادة. حماس تريد الآن اتفاق مع إسرائيل، خدنا 20-30 سنة لو إسرائيل رفعت الحصار عن غزة واعترفت فيها وعملت لها مجال، فبالك لما تكون حماس في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتالي هذا يعني تخويف الفلسطينيين والعالم بأنه حماس راح تسيطر. لا، إسرائيل تستطيع أن تتفق مع حماس أسرع بكثير بمئات المرات من قدرتها على الاتفاق مع منظمة التحرير التي لديها مشروع وطني، دولة فلسطينية فتدعم 1967 وعاصمتها القدس. ذكرت سيد ديمو طبعا هناك خلاف على الأرض، لكن الحقيقة معروفة. ماذا قدم للعرب في يهودا وسامرة في أيام العثمانيين؟ ماذا قدم للعرب في يهودا وسامرة في وقت الانتداب البريطاني؟ ماذا قدم؟ أي مقترحات إنسانية يومية عظيمة قدمت، مقترحات من أجل يهود عرب يهود وسامرة في وقت الاحتلال، في وقت الاحتلال، الاحتلال الأردني. ماذا اقترح للعرب في غزة في وقت الاحتلال المصري؟ صح، فعلا نحن نساعد للفلسطينيين. أنا كهذه المفاجأة أخ فراس، وجود مستقيل سياسي عربي فلسطيني كان مفيد للفلسطينيين، كان منيح للفلسطينيين. يعني هناك يعني مثل كلمة سحر، دولة فلسطينية. كنا في هذا السيناريو، آسف أخ فراس، كانت نوع من دولة فلسطينية في الأردن تاريخيا كان سلام أكيد. لا، هذا وجود فتحاوي هدد على الملك حسين الله يرحمه، وجود فتحاوي هدد، آسف، شوش التشكيل الطائفي داخل لبنان. عصابة انتقلت من الأردن إلى لبنان إلى تونس إلى إسرائيل، هذا كان منيح للفلسطينيين؟ الوجود الإسرائيلي هو مفيد للفلسطينيين، هو يعرف ذلك. صدقني ما كانت إشارة ضوية في يهودا وسامرة، ما كانت مستشفيات، ما كانت مؤسسات. وضع الفلسطيني، وضع الفلسطيني هذا غير كافي، هذا غير كافي من فضلك. لا، هذا غير كافي. أنت لا تعرف شيء بالتاريخ. الولد الفلسطيني من فلسطين كانت متطورة كثيرا، كانت ولاية، كانت ولاية في الوقت العثماني، لكن هذا غير موضوعنا. الولد الفلسطيني، الامرأة من فضلك، الولد الفلسطيني، الولد الفلسطيني، الامرأة الفلسطينية، الشاب المراهق، الشيوخ، لا أحد منهم يريد أن يرى جندي إسرائيلي مسلح. الآن نحن نعطي كل القدرات، كل الحاجات المحلية من أجل تحسين وضع المواطن العربي في يهودا من فضلك، في يهودا وسامرة. لماذا ترفض؟ لماذا ترفض؟ بدناش من شان الله، من شان الله، من شان الله، بحياتك بيغلط اليوم أحسن من جاجد بكرة. أنت راح تخسر، تخسر مقترحات لا لا يريد. طيب تريد نرجع للتاريخ، تريد البقاء والتخليل للوضع زي ما هو، تريد الحياة، تريد الحياة وسكن في المخيمات. لا، هي الشعارات، هناك مقترحات. لا لا لا، هناك مقترحات، هناك مقترحات أكثر من حكم ذاتي. أنا ما عندي أي منع لعلم فلسطيني. تريد علم فلسطيني، خذ علم فلسطيني. تريد حكم في البلدات العربية، أهلا وسهلا. تريد أن تدير المحاكم الأمم المتحدة غصبا عن أنا أقول لك لماذا، وأنا أقول لك لماذا، أنا أقول لك لماذا. كيف العالم قبل هذا الموضوع الملف من فضلك؟ هو ذكر اليهود في أمريكا، يهود الولايات المتحدة، عندما إسرائيل أعطت المفتاح للمخرب
ياسر عرفات، إذا إسرائيل قبلت هذا في 93 ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من باقي اليهود؟ على سبيل المثل، إذا كان صاحب البيت بالضبط ينقلب، فلماذا لا ينقص أهل البيت؟ المشكلة كانت من ناحية إسرائيل. عندما إسرائيل تكون واضحة وتقول الأرض هي أرضنا، بلاغت حق ونحن نعطيكم حكم فلسطين، وأنتم قيادتك كلها إرهابيين. أنا بدي أجيب نعم عيب عليك. نحن كنا مناضلين من أجل حرية إسرائيل. الذين قتلوا مسلحين الإطاحة برئيس السلطة الفلسطيني، بأنه لولا الوجود الأمني في الضفة الغربية لأبو مازن لم يكن هناك، وبأن إسرائيل منعت الكثير من أعمال العنف في الضفة الغربية. رئيس الشباك قبل أسبوعين أو ثلاثة يقول عكس ذلك، يقول وجود السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني، المخابرات الفلسطينية منعت مئات العمليات داخل إسرائيل. السؤال هنا، من يحافظ على أمن من؟ أخ فراس، في طبيعة الحال هناك خلافات داخل القيادة الإسرائيلية كما كانت بين موشي ديان ودافيد العزار. دافيد العزار رئيس أركان الجيش في حرب 73، صح أم لا؟ أمر طبيعي، نحن ديمقراطية، في تنوع أفكار، في حديث يدور كيف نطور الوضع العرب من ناحية الحياة اليومية، وكيف نطيب الحياة الأمنية للإسرائيليين وللعرب. لكن إذا نتكلم على التنسيق، أي نفس السلطة من سنة 1993 التي فتحت الأبواب، حطتهم في السجون، وبعد ذلك فتحت الأبواب من أجل تنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود، ضد الإسرائيليين، غير فقط في يهودا وسامرة، لكن بالإضافة في باقي إسرائيل. وهناك أذلة لذلك في المقاطعة، يعني أنا أجيب هناك خلافات، قلت ذلك قبل لحظة، لكن أنت تقدس التنسيق الأمني. التنسيق الأمني، وأنا أجاوب، التنسيق الأمني هو مصلحة فلسطينية طبعا، لكن التنسيق هو وسيلة واحدة من باقي الوسائل. الوسائل أولا هي وسائل عسكرية لقبض المخربين، وبالإضافة أكمل جملة واحدة، وسائل اقتصادية. الأخ الكريم يرفض ذلك، وسائل اقتصادية لصالح المواطن العربي، لصالح المواطن العربي. وصلت فكرتك. أنا أقول لك عن الشعب الفلسطيني يعيش في أسوأ حالات الانحطاط بسبب الاحتلال الإسرائيلي. نحن نبني مستقبلنا أفضل مليون مرة لما نفتح علاقاتنا ونسيطر على حدودنا مع العالم العربي، ونبني مستقبلنا بأيدينا وليس الاحتلال. انتظر غريب، كانت لكم فرصة، انسحبنا من غزة. أنت تركت غزة وهي أصبحت جحيم. أنت الذي خلقت أين غزة؟ هي جنة العدل الغزة. أنا أولاً لم أقاطع الوجود الإسرائيلي، هي المشكلة. أنت خلقت غزة وأنت تحافظ عليها، واليوم ليبرمان بدافع عن حماس في غزة. أسكت، أنت خلقت غزة. نفسك بلا أنت الكلمة. أسكت، تفضل وأحكي. والله وانت قاعد صار لك ساعة وانت مقاطعني بتقول لي حليت بالموضوع. لماذا انت لا تقبل حياة مشتركة من اجل عرب يهودا وسامرة؟ مش عرب يهودا وسامرة، هذول الشعب الفلسطيني، عرب غزة، عرب إسرائيل. لا لا لا، اسمع، هناك تنوع، انت من ناحية الحكي، هناك تنوع من ناحية الحكي، انا بقول لك من ناحية اللفظ، اسمع
ما هو يهود بيحكوا الشكنازي ويهود بيحكوا سفاردي في غزة بيحكوا لك مثل المصري اطلع في بس في غزة مثل الفلسطيني اطلع في بس في إسرائيل وشوف كل لغات العالم بيحكوا بيحكوش عبري عارف في غزة يقولون أنا مقابل على هذا الرجل أنت لا حوار معك لأنك لا تسمع لأنك أنت ولا اللغة ضعيف أنت ضعيف أنت ضعيف لا تستطيع أن تسمع فكرة لأحد ضعيف أنت ضعيف هلا في نقطة أساسية الشعب الفلسطيني الشعب مثل باقي شعوب العالم إسرائيل اعترفت بالشعب العربي انتظر شعب الفلسطيني اعترفت في إسرائيل إذا أنت بتعرف شو روح ارجع لاتفاقات أوسلو مقدمة اتفاق أوسلو الحكومة الإسرائيلية تعترف بالشعب الفلسطيني وممثله الشرعي بنظمة ارجع أنت بتعرف شو أنت بتعرف شيء أنت بتعرف سياسة أصلا أنت قاعد خليك في الموضوع كمل كلامك وأنا سوف أجاوب كمل إسرائيل اعترفت رسميا الشعب الفلسطيني كل البشرية بما فيها إسرائيل تعترف بالشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني شعب مستقل يريد أن يكون له كيان هذا الكيان سيأخذه بالخاطر بالقوة بكل الوسائل هذا حق بقتل الأبرياء الشعب الفلسطيني له الحق بقتل الأبرياء القانون الدولي لا يمنح انتظر انتظر لا أبرياء في الاحتلال الاحتلال مش بريء في مطاعم في تل أبيب أنا ضد المطاعم في مطاعم في تل أبيب بالاسم المقاومة هل تبرر هل تعطي التبرير لقتل المواطنين اليهود في تل أبيب أنت لا تحاور أنت بتقعدش تلفزيون روح اقعد هناك اخطب رد أنت أنا أشرف العجرمي سجل علي أنا ضد أي عمل بمس المدنيين ولكن ولكن اسمع اسمع إسرائيل كل يوم ترتكب مجازر ضد الشعب الفلسطيني شوف أطفال غزة اللي بيقتلوا كل يوم أكم طفل في غزة قتل بهذولا بسيرات العودة الناس اللي بيطلعوا أبرياء بيطلعوا يتظاهروا يقتلوا إسرائيل ترتكب جرائم حرب باعتراف الأمم المتحدة تقرير جولدستون يمكن أنت بتعرف الذي تندم تندم ولا لم يتندم هذا تقرير مبني على خبراء هو نادم هذا هو خوفته عملته لا سامي أبصرش عملته في خلته يهرب موضوع تاني التقرير موجود مش بس تقرير هو تقرير منظمات الحقوقية كلها أمنيستي وش اسمه وهيومان رايتس ووتش وغيره ومجلس حقوق الإنسان في جنيف كلها تقول بوضوح وبشكل قاطع إسرائيل تمارس جرائم حرب أنتم تمارسوا جرائم على الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد في الكرة الأرضية الذي لم يحصل على حقوقه حقه في تقرير مصر أقول هناك الشعب الكردي والشعب الفلسطيني هناك الشعب الكردي والشعب الفلسطيني والشعب تتناسى الشعب الكردي لديه حكم ذاتي ومتفق مع الحكومة العراقية لا 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 يريد لا 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 نريد هو جزء من العراق احنا مش جزء من إسرائيل هم يقولون نحن لسنا جزء من إسرائيل ولا نكون جزء من إسرائيل نحن أنا ما كنت جزء من إسرائيل أنا لن أكون جزء من إسرائيل طبعا أطمان. أنا لا أريد يعني. ذلك حكم ذاتي وعلاقة مع الأردن علاقة مع الأردن الشعب ذاتي. هو نفس الشعب شعب عربي أنت اللي بتقرر أنت إلنا شو نعمل أنت لا تقرر ولا حكومتك ولا نتنياهو هذا اللي بيحكي دولة ونص دولة أنا أقول لك شغلة واحدة أكيدة ومؤكدة واسمعها إلى النهاية الشعب الفلسطيني خلص. سيقاوم من أجل حقوقه إلى أن يحصل على دولة فلسطينية مستقلة مثل باقي الأمم والقانون الدولي يسمح للشعب الفلسطيني ويعطيه الحق بمقاومة الاحتلال نحن نختار بقناعاتنا المقاومة السلمية في هذه المرحلة ولكن إسرائيل مع احتلالها ستدفع الشعب الفلسطيني آجلا أو عاجلا إلى العنف لأن هذا الاحتلال مستمر وعنف المستوطنين مستمر والتسلط على الشعب الفلسطيني قدم ومصادرة حريته وقدم مصادر وسيطرة على مصادره كل شيء تعمل إسرائيل مخالف للقانون الدولي مش أنا اللي بحكي كل العالم بما فيهم يهود ذكرت سيد أولا إذا نتكلم العنف العنف جزء من الحضارة الفلسطينية غير فقط بين فلسطينيين والإسرائيليين بين عرب فلسطينيين وعرب فلسطينيين هناك حروب داخل المجتمع الفلسطيني هناك ميليشيات لا يوجد حوار حقيقي مفتوح داخل المجتمع الفلسطيني الآن هو يتكلم كأنه هناك حدود واضحة لحد 1967 أمر مقدس فقط هي حدود كانت وقف اطلاق النار لحظة من فضلك العالم هو لا يريد دولة فلسطينية هو لا يستطيع أن يريد فقط دولة فلسطينية وإذا هو يريد
دولة فلسطينية، يريدوا دولة فلسطينية على حساب دولة إسرائيل، كل أرض إسرائيل. قال لك على 65 وعودة. يعني أنت تصدق، أنت تصدق لواحد مثل الأخ الكريم أو تصدق للجماهير التي تقول واضحا نحن لا نتنازل على نحن لا نتنازل على عودة إلى أرض فلسطين. أنا نفسي في مقابلة مع عضو الكنيسة قالت في مقابلة معينة في BBC قالت عودة أمر مقدس، أمر مقدس. أحسن للإسرائيليين أن يصدقوا لمن يتكلم صراحة غير الأخ الدبلوماسي الرمي أشرف، اسمه على جسمه لا شك بذلك، لا صح لا، لكن على الأقل عصابة حماس، عصابة حماس تقول الحقيقة. هو لا يريد، من فضلك، هو لا يريد فقط دولة ديمقراطية، دولة آسف فقط في يهودا يهودا وسامرة. الآن هناك فرق من ناحية وصف التسوية النهائية، هو يتحدث للغرب على دولة ديمقراطية، حكومة منتخبة منزوعة من سلاح. في الغرب يفكرون كذلك، لكن القصد عند السلطة وباقي الفصائل غير معناهم دولة ديمقراطية. فعلا أخ فراس، هناك أمل، هناك احتمال للدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط. فعلا حاولنا، جربنا، كنا في هذا السيناريو. فعلا هناك اليوم ديمقراطية في غزة، هناك دكتاتورية ضد الأخ أكثر من ضد. هناك ديمقراطية في لبنان أرسل. في ظروف معينة، لكن في لبنان هناك مبنى طائفي استثنائي بالمعاكس دولة ديمقراطية في ظروف معينة. لا ما بيحكوا عن ديمقراطية لما عملوا انتخابات. انتظر لما الفلسطينيين عملوا انتخابات بال 2006 وفازت حماس بأغلبية التشريعية، كل الدنيا قامت على رأس إسرائيل. بدك ديمقراطية على مقاسك، يعني بدك لا إذا بدك ديمقراطية بدك تتعامل مع كل حدا بيفوز ديمقراطيا. بالتالي كمان عند إسرائيل مشكلة في الديمقراطية، ديمقراطية بس هدول ما يفوزوش، ديمقراطية بس ما نريد كذا. أنا أرجع للأصل، أصل موضوع الديمقراطية والحكم الداخلي هذا موضوع فلسطيني. أنا أقول الفلسطينيون والإسرائيليون كادوا أن يصلوا الاتفاق وتفاهمات حول كل القضايا بما في قضية اللاجئين وتحدثوا فيها، وأنا بقول أن بهم الموقف الرسمي، الموقف الرسمي موقف منظمة التحرير. منظمة التحرير الفلسطينية تقبل المبادرة العربية للسلام التي تقول بالنسبة لحل قضية اللاجئين تحديدا حل عادل ومتفق عليه على أساس القرار 194. لما تقول متفق عليه يعني أن إسرائيل يجب أن توافق على أي حل وتكون جزء منه، بما معنى أنه إحنا لما نتحدث عن قضية القدس، نتحدث عن قضية اللاجئين، نتحدث عن قضية الحدود، نتحدث عن قضية الأمن، نتحدث في هناك مرجعيات دولية وفي هناك قرارات فلسطينية وعربية بهذا الشأن، والفلسطينيون والعرب كانوا مرنين جدا وقدموا تنازلات كبيرة جدا، ولكن إسرائيل حتى الآن تنازلات كبيرة جدا، ولكن إسرائيل حتى الآن ترفض بالمناسبة يعني المبادرة العربية للسلام نفت كل اللاءات العربية اللي قررتها قمة الخرطوم وقالت نعم نعم نعم، وإسرائيل نعم قالت نعم نعم للسلام، نعم للتطبيع. وكم مرة لا كان المبادرة العربية للسلام، أنت قرأت المبادرة العربية للسلام؟ أصدق في المبادرة العربية للسلام هي بقمة بيت المبادرة السعودية للسلام فكر في عمل في هذا. قالت نعم لكل اللاءات اللي كانت بالخرطوم، وإسرائيل كانت تتمنى من الله أن يقول العرب نعم، ولما قالوا العرب نعم 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 إسرائيل بالمرة يعني بتناولش الموضوع، لا تعلق عليه ولا تعطي أي أهمية، رمينا على جانب ومش كثير مهم. أخ فراس، أين هي الانتخابات في السلطة في الضفة؟ أنا أقول أين هي انتخابات؟ لماذا لا نرى انتخابات إضافية؟ هناك قلق معين. طبعا أنا لا أريد انتخابات. أنا لا أريد أن أرى عصابة حماس، التهديد الحمساوي
في يهودا وسامرة، أنا لا أريد ذلك، لكن أقول لك بالاسم مبادئ ديمقراطية، بالاسم مبادئ ديمقراطية من فضلك، موضوعنا اليوم حال عادل للعرب يهودا وسامرة، أنا أريد ذلك، الأخ لا يريد ذلك، عندما نتكلم وعندما نتحدث على موضوع عادل، عن موضوع عادل، هو لا يريد ذلك، للعرب يهودا وسامرة عصابات التي لا تعترف بدولة إسرائيل، لا يوجد لها مكان في هذا الملعب. نعم، هذا التهديد الذي تتحدث عنه من قطاع غزة إسرائيل تفوضه منذ أكثر من نصف عام وتتجاهل السلطة الفلسطينية. ربما لو فازت حماس في الانتخابات في الضفة الغربية قد تكون بشرى سارة لليبرمان ونتنياهو، قد يكون له عنوان واضح للحديث معه. يعني عندما أنا عندي كلمة نقد ضد عصابة حماس غير معنى أنا أقبل السلطة. يعني هناك مشكلة عندما حماس، يعني نتنياهو وليبرمان يفوضون عصابة، هذا ما تقوله بطريقة غير مباشرة. هناك حقائق، عصابة حماس موجودة في غزة، موجودة في غزة، هناك تحدي، هناك تحديات أمنية، نحن مجبورين، نحن مجبورين. التناقضات كلها لم يقل سيد غلام برهوم معالي السياسة الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك سيد أشرف العجل وزير الأسرة الفلسطينية سابقا، شكرا جزيلا لك. عزام شيرين، نأتي إلى ختام هذه المناظرة، بعد قليل سوف نكون مع أخبار الساعة مع الزميل فهمي شتاوي، ابقوا معنا.